هذا المنكر يد لي حل ما تبين نمشي. هذا الابن ديالك هذا الابن ديالك شحال ديال الدراري عندك؟ واحد. عندك واحد يعني انتم ثلاثة اللي عايشين في الدار هذه المدة ديال شحال شحال من عام وانتم ساكنين فيها؟ 60 عام. 60 عام هذا كيف تقبلتوا والشعور ديالك بهذا الإفراغ هذا كيفاش كتحسي؟ اذا شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم كريم اخويا. انا موقع بالواحد من الساكنه ديال القصبه. انا ساكن القصبه. قادر نعرفوا هذه البلاصه بالضبط فين؟ في القصبه في هذه في حدا القصبه ورا المسجد. الرقم ديال المنزل تاعك؟ الزنقه رقم 1 الزنقه 32 رقم 1. اليوم كيتم الافراغ ديال المنزل ديالك. كنبغي نعرفوا اولا شحال من سنه وانت ساكن في هذا المنزل هذا؟ ساكن انا قديم زعما قديم لقيت انا يعني سنوات بالضبط تقريبا تقريبا خمسينات. خمسينات لقيت الوالد يعني نقدر نقولوا هنايا 62 عام تقريبا دابا ولا هذا وانت في المنزل هذا تقريبا بحال هكا. اشنا اشرح للمشاهدين المشكل ديال الافراغ ديالك كيفاش تم الاسباب؟ الاسباب اخويا السيد هذا انا ما فهمتي دائما تنخلصوا ليه الكرا وسميتو فهمتي ما طلوش ليه ملي الوالدين حنا كان هو في فرنسا ملي جا هنا توفات الوالده في 2007 فهمتي كان تيقول لها ودي غادي ندير لك المحل وسميتو هذا ملي قال لها فهمتي قال لها دبري على محل باش هذا باش نشري لك مشى اخوها بها قال لها فهمتي قال لها انا غادي نكري لك ما غاديش نشري لك. المهم الساكنه ديال القصبه الجيران ديال السيد اللي وقع عليه اليوم الافراغ. كي تقبلتوا الافراغ ديال هذا السيد هذا؟ ما تقبلناش لان هذا السيد هذا مخصوص اللي كيجري على هذا السيد الزنقه مخصوص ماشي زعما نقولوا ما عندوش تقريبا هذا الصف هذا كلهم ديالو ما خصوش يجري عليه خصو يتساعد معاه على الاقل امو يعطيه باش يكري امو ما انتم كساكنين ما تدخلتوش في هذا الملف هذا مع السيد اللي عنده هذه المنازل هذا دخلوا معاه في المشكل ما داكش يعني هو باغي القانون يطبق اش من القانون ما كاينش قانون عندنا حنا في البلاد القانون هو هذا تيجريو عليه وعلى الدول ديالها باقي عنده عام السيد مريض ما خدام ما ردام عاكيرصب عاتيعاونوه الناس ديال القصبه هنا الساكنه هما اللي كيعاونوه هو المنزل هو هذا اللي كما كنشوفوا واحد من السلام عليكم من الساكنه من الجيران ديالو كيف قبلتوا؟ نعم كيف قبلتوا؟ هذا نسيبو من العائله ديالو نسيبي راس بنتي السيد مريض معوق السيد 1930 هما ساكنين كيعاود ليا هو 1930 هما ساكنين هاد الدار خدها السيد فوق مدارهم عند الدومين فوق مدارهم هما خدها عند الدومين حيت الاسباق هي اللي مهوى هادشي اللي كتشوف كيعاودوا الناس ديال القصبه كله ديالو وطمع في هذه حاجه خربه لو كان عند هذا السيد فين غيمشي ما غيسكنش في هذه التدخل ديالكم معاه السيد يبقينا في المحال زيرونا القوه خرجونا صحه خرجونا صحه القوه لا هو هذاك التطبيق ديال القانون انا كنتكلم على مول الملك واش درتوا شي خيط ابيض تكلمتوا معاه باش هاد المشكل يتحل اش كيكون الرد ديالو ملي كتهضروا معاه؟ تهضرت معاه في التليفون قلت له ودي اجي حل معنا المشكل قال لي واخا قلت له ودي اجي هذوك الناس يعني كانت عنده نيه انه يتحل هذا المشكل هذا راه ما كانش عند السيد راه ما عندوش وجي رانا سيبي اجي عندي نحلوا المشكل اييه جا قال لي لا سيدي انا هذاك الشيء راه في المحكمه انا ما باغي لا كرا لا ولا باغي محلي وهذا الشيء اللي عطى الله خويا اللهم انا دام نكر وعاش محمد السادس اللهم انا دام نكر وعاش محمد السادس وحنا بالله وبسرع هادشي اللي كنشوفو شيء مؤسف بالنسبه للساكنه ديال القصبه باش كتشوف انسان لا حول له ولا قوه انسان عنده وليدات ما خدامش هاد السيد ميسور الحال كون هكا كان انسان عنده محل كيستافد من العمل ديالو ما عنده عمل مسكين انسان كيرسم بغا شي واحد يصوب شي لافته ولا شي حاجه كيجي هو كيصوب عليه انسان ما عندوش عرفي من الطمينه 2007 ماشي دارو شافي واخا السلام عليكم انت من العائله ديال الاخ اللي وقع عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اللهم انه منكر اللهم انه منكر هاد الدار ماشي ديال حسين وامزاي ديال العربي بن الطاهر شاريها من الدومين في 2007 على الارض الزينه ماشي ديالو الزينه ماشي ديالو في العربي بن الطاهر هاد الدار غيديها بالزوير هذا مصور الوثائق عندي شاري من املاك المخزنيه يعني عندك ادله تثبت انه عندي الادله ماشي دارو ماشي دارو ولكن كيف ما كيقولوا القانون هذا شنو اللي خلاك اني هذه الادله ما قدمتيهاش قبل هذا الحكم بالافراغ الشاري عنده السلطه عنده الفلوس حنا عندنا الله عندنا الله عندنا الله عندنا الله السيد مزور شاري في
2007 من الدومين والزينه في العربي بن طاهر وكنعك نجي لك الوثيقه من الساكن. انا ما فهمتش هنا شحال من باش كتعرفي السيد هذا شحال من عام وما تما صايب قدامي واش انا هنا 26 زيد انا بنت الكوتي كتعرفي هاد الدار هذه ديال من هادي الله اعلم انا كنعرف مو ساكن انا هي وباه هما الاولين من زمان ايوا شني كاين مات والدي بقى هو فيها باش كتحسي وان واحد من الجيران ديالك القدماء غادي يغادرك ربما باش كتحسي هو يضرني الحال يغادرني راه يبقى فيا الحال ما اناش مسلمه بشار ولكن بقى فينا هذا الولد غادي يتلاح هو وليداته راه شوما ديروا لي حل اذا مخزن يدير لي حل اذا شكرا شكرا على الكلمه العمليه لا يحضر احد من بجليل القانون والاحكام كتصدر باسم جلاله الملك ولكن هناك مساله اجتماعيه السيد بن راسك ما يولاش 30 سنه وفريق الدار ما السيد بغى يخرج منها ما السيد اكتشف كاع هذيك الدنيا كامله ثلاثة سنة عنده هنا الله يزيدو ولكن شاد فران العواد شاخ فران نسيبو فران حمام جي واخي السيسلم من فرنسا للإفراغ ما يدير شي حاجة إذن عشان هي الكلمة اللي توجه للسيد مول الأملاك السيد مول الأملاك اللي وجه ليه ويقدم اليد المساعدة للشخص اللي فرعو راه عنده وليدات ما عنده واحد أخ ديالو ما هو تو مريح ثمانية تو فطر شي كثر من هنا في واحد أخ ديالو ما هو أشوم عليه يشوف مات يشوف فين يسكن انت من المالك كيف ما كيقولوا ديال المنزل اللي وقع عليه اليوم الافراغ الرقم واحد زنقة المفاتيح في المحمديه كيف كتشوف هذا الافراغ هذا الافراغ قانوني السيد والسيده ما كنخلصش الكره ولا كنخلص الضرائب ونخلص المسائل القانونيه باش كيفاش غادي نخليهم يشكلوا فابور يعني واش الدعوة كنتي رافع عليهم شحال هذه؟ هذه تقريبا شي 6 سنين هذا الوقت ولا 7 سنين ولا 6 سنين في محكمة السياب والمصاريف زايدة وكلهم باغيين يمشوا ولا على برا من خلال الحوار اللي درنا مع السيد اللي كان ساكن فيها والساكنة والأقدمية اللي كاينة عندهم هنايا كيقولوا راه 62 سنة تقريبا هما ساكنين هنايا متضمرين من هذه المسألة هذه والساكنة متعاطفة معهم بزاف يعني الساكنة كاملة يعني كيطلبوا كيترجاو أن يكون واحد إعادة النظر في هذه المسألة هذه وكيف كتشوف هذه القضية هذه؟ شفتوا الحال كيفاش خوف ولا مريب هذا وهذا دليل كيف ما هذا كيف ما كيقولوا دليل على الوضعية المادية اللي كيعاني منها السيد هذا كيف كتشوف انت هذه المسألة هذه؟ انا في الوضعية هذه ما درتش انا في الوضعية هذه ما درتوش اذا كان عندي نصوص غادي يعاونوا ولا ما عرفتوش ونسكن انا فابور يلاه الناس كيقول لي سميتو قلت له وديو لديوركم عطيو شي بيت في داركم يلاه كيف ما كنشوفوا هنا الساكنة كلها تقريبا على نفس المستوى هذا ومن خلال الحوارات اللي درنا معاهم يعني كلهم يعني متدمرين في هذه المساله هذه كي كيكون الراي ديالك انت وخصوصا كيقولوا السيد يعني عنده املاك وعنده هذا يعني وكنقول لهم طبعا من حقه ما عنديش املاك هما كيشهدوا باش عارفين بانه عندي املاك باش عندي باش عارف باش اذا شنو هي الكلمه وبلاتي ولا كون عندي الاملاك صافي نعطي 4 دريال نعطيهم 4 دريال اذا شنو هي الكلمه اللي توجه للساكنه هذه اللي متعاطفه شنو هي الكلمه اللي تقول لهم يمشيو يخدموا باش يخلصوا الكرخ مرة أخرى. يمشيو يخدموا هما ما كيخدموش. الكلمة اللي توجه للساكن اللي كان عندك اللي وقع عليه حالة الإفراغ. واش غنقول له؟ واش أنا نسكنوا في الفابور؟ ما يمكنش هذا ما يمكنش هي هذا. بصح هذا ما يمكنش ما حتى القانون يعطيها. كيفاش غادي تقول عندي أنا درت فيها خير؟ سكنتو سنين هذه أنا درت فيها خير. ماشي يقول أعطي رفيع. أنا أعطيتو سكن باش نسكن. فهمتني؟ شكون اللي دار خير لا؟ إذا شكرا شكرا على الكلمة هذه شكرا. We'll be right back.